كل سنة وحضراتكم طيبين. احتفالات الكنيسة وهم الكنيسة كلها بالعذراء وليلة الميلاد. أنا بشكر محبة ربنا اللي ادتني فرصة إن أنا أجي هذا المكان المقدس. كنت لسه بتكلم مع أبونا فرانك إن أنا جيت الكنيسة الجميلة دي. بس قبل التجديدات بقى الجميلة اللي حصلت فيها دي، أنا بأهنيكم على المكان الجميل، ربنا يستخدمه دايما لمجد اسمه. وبشكر طبعا دعوة صاحب النيافة الحب الجليل الأب مارك، الأب المحب للتعليم وللتسبحة، على محبته وعلى دعوته علشان آخذ بركتكم ونشترك مع بعض كلنا في بركة السيدة العذراء في احتفالاتنا. بشكر طبعا أبونا فرايز وأبونا جوزيف اللي تعامل معنا الأسبوع ده كله من الكنيسة للكنيسة للكنيسة. ربنا يعوضهم كلهم تعب محبتهم الدايمة لينا ويبارك في خدمتهم من أجل اسمه القدوس الذي دعى علينا. ودايما بقول إن العذراء شخصية محبوبة للصغار قبل الكبار في الكنيسة. مين ملوش علاقة بالعذراء؟ مين ما بيلتجئش على طول كده للعذراء؟ طبعا مش معنى كده ان العذراء هي وسيطة خلاص بيننا وبين المسيح او بيننا وبين الله، لان شفاعتها وطلبتها مش هي شفاعة كفارية، ولكن هي شفاعة توسلية. طبعا الاباء هنا علموكم كل الكلام ده بالتفصيل، لكن هي العذراء واحدة مننا. العذراء عضو في هذا الجسد اللي هو الكنيسة، زي ما كلنا أعضاء في هذا الجسد هي كمان العذراء، وكل القديسين دول أعضاء في الجسد الواحد. ده بسبب إن المسيح تجسد وخد طبيعتنا البشرية واتحد بيها وخلانا كلنا واحد معه، وبقى هو رأس الجديد للبشرية، وإحنا كلنا أعضاء. فالأعضاء دي بتساعد بعضها، وهما دول أعضاء أحياء. ليه؟ لأن هما إحنا ما بنؤمنش بموت في المسيح يسوع، إحنا متنا مع المسيح في المعمودية ولكن أمنا كلنا معاه. فكل اللي يؤمن بالمسيح يشوف حياة أبدية. عشان كده لما حد مننا ربنا بيسمح بانتقال نقول ده انتقال ما هوش موت. وكل القديسين اللي احنا بنشوف ايقوناتهم دول هم اعضاء حيه في الكنيسه بيشفعوا فينا، وبالتالي العذراء مريم بتاخد نمره واحد في الشفاعات دي، ان احنا بنطلب منها كلنا شفاعات. واحنا بنحتفل بتسع اعياد للعذراء، ومش بس كده، احنا كمان كل يوم في صلاه بالليل في التسبيحة النصف الليل اسمها ثيوتوكيات. كلمة ثيوتوكيات جاية من كلمة ثيوتوكوس، وكلمة ثيوتوكوس يعني والدة الإله، زي ما مكتوب على الأيقونة دي، ماريا في ثيوتوكوس، يعني العظمة مريم والدة الإله، في اللي هي حرف الجر ده، وبعدين كلمة ثيوتوكوس أهي، يعني التي ولدت الله. يبقى هي أم الله. الإيمان من العذراء دي أم الله، ده بيمثل الإيمان المسيحي. مش ممكن واحد يبقى يقول على نفسه إن أنا مسيحي وينكر إن العذراء والدة الإله. ده بيتشك في إيمانه على طول اللي بينكر هذا الكلام. ليه؟ لو واحد ينكر إن العذراء دي والدة الإله، يبقى هو ما بيؤمنش إن اللي ولدته ده ربه إله. طب أمال اللي ولدته ده مين؟ يقول لك ده إنسان عادي. إنسان عادي؟ طب إزاي أنا أخلص بموت إنسان عادي على الصليب؟ ما ينفعش. ده إحنا بنؤمن إن اللي ولدته العذراء ده هو الإله المتجسد. طالما هو الإله المتجسد تبقى هي والدة الإله. وإحنا عارفين لما هي العذراء زارت إليصابات قالت لها من أين تأتي أم ربي إليه؟ يعني هي ولدت الله الكلمة بالجسد. الكنيسة بتخصص صلوات كل ليلة
على حسب أيام الأسبوع للعادة ماري. الصلوات دي هي بتعكس إيمان الكنيسة، لأن إحنا لازم نبقى إيماننا إيمان صح، إيمان مستقيم، علشان لما إحنا نؤمن إيمان مستقيم، إيمان صح، نقدر نتمتع بشركة الإله الحقيقي ده. وإلا إزاي إحنا نبقى أولاد الله بالتبني إن لم يكن المسيح اللي إحنا نؤمن به ده، اللي هو ولد من الروح القدس ومريم العذراء، ده ابن لله بالحقيقة. عشان كده الكنيسة اللي هي بتعلمنا زي الأم كده اللي بترضع ابنها لبن عديم الغش وتهتم بصحته وتهتم بالغذاء بتاعه، فهي كنيسة أمنا كده بتهتم إنها تدينا حاجات تعلمنا منها بصلواتها. عشان كده إحنا لازم ناخد بالنا قوي قوي من صلوات الكنيسة. لما الكنيسة تحط لنا مثلا في صلاة باكر القطعة الأولى، صلاة باكر الصلاة الأولى من الصلوات اليومية، بنصلي حتة من الإنجيل، تفتكروا أكيد حافظينها كلنا، من إنجيل إيه؟ صلاة باكر، من إنجيل إيه؟ يوحنا، إصحاح واحد، اللي بنقول فيها إنه إصحاح الآية 14 بيقول إن المسيح جاء إلى خاصته، وخاصته لم تقبله، أما الذين قبلوه على مين دول؟ إحنا كمان اللي هو إحنا من ضمنهم اللي إحنا قبلناه، أعطانا إيه؟ سلطان أن نصير أبناء الله، أي المؤمنين باسم، أو المولودين ليس من مشيئة رجل ولا من مشيئة جسد، ولكن من الله ولد. ده بسبب ميلاد المسيح. طب المسيح اتولد إزاي؟ من الروح القدس ومريم العذراء. بسبب ميلاده من الروح القدس ومريم العذراء بقينا إحنا أبناء لله الآب بالتبني، لأنه هو ابن الله الآب بالطبيعة، لأنه هو واحد معه في الجو. لو ما كانش بقى المسيح ده ابن الله بالحقيقة وعلى حسب الجوهر، كان ازاي يقدر يخلينا احنا أولاد الله بالتبني؟ فقد الشيء لا يعطيه. يعني لو ما كانش هو القيامة والحياة كان يقدر يقوم حد تاني؟ لو ما كانش هو وضع الناموس كان يقدر يغفر للمرأة؟ لو ما كانش هو القيامة والحياة كان يقول لعازر قم فيقوم؟ لو ما كانش هو ربه إلهي يقول للطبيعة في البحر اهدى فاهدى؟ لو ما كانش هو ربه إلهي كان يقدر وخالق كان يقدر يخلق عينين للأعمى؟ يبقى هو أولى كل اللي عمله المسيح في تجسده إنه عايز يرجع البشرية تانية لحب الآب. صار ابن الله ابنا للإنسان بولادته من الروح القدس ومن مريم العذراء لكي يجعلنا إحنا أولاد الله بالتبني. عشان كده إحنا بنقول في مقدمة قانون الإيمان بنقول ليه العذراء نعظمك، ليه ونمجدك يا العذراء ولدي، ليه؟ لأنك ولدت لنا وخلصنا أتى وخلص نفوسنا. أتى وخلص نفوسنا يعني إيه بقى؟ يعني رجعنا لمعرفة الله الأب تاني بعد ما كنا بعيد، رجعنا تاني نقول إن إحنا أولاد الله. على فكرة إحنا صلاة أبانا لازم إحنا بنصليها كلنا دي، وإحنا قد كده إحنا مش بنتعمق فيها وإحنا بنقولها. إحنا طبعاً على الأقل يعني لو بنصلي صلاة العشبية كاملة 7 صلوات يبقى بنقولها 14 مرة أتليست يعني في اليوم، ها؟ بس بنقولها ازاي؟ كروات ومش متعمقين فيها. طب لازم نثبت قدسنا. طب اسال كده اي واحد ولا اسالني اي واحد خارج الكنيسه وخارج الايمان المسيحي ونقول له انت علاقتك بالله ايه؟ لو احنا في مصر وعندنا ناس اخواتنا ساكنين معانا في مصر يقول لك الله ده أكبر، صح؟ الله ده أبعد. طب أنت إذا كان عبد، علاقة العبد بالرب يعمل له شوية فروض وخلصت على كده. طبعا لما نسأل حد زي كده يروح يجاوبنا يسألنا سؤال عكسي كمان،
لك طب وانت علاقتك بالله ايه؟ نقول له احنا اولاد ربنا. اولاد ربنا؟ ربنا ده بيولد؟ ربنا ده بيتجوز؟ ربنا ده عنده ست؟ وربنا كذا كذا؟ انت مش عارف اصل الكلام. كل الهدف النهائي بتاع قصة الخلق والسقوط والفداء وكله تتلخص في حاجة واحدة، إن ابن الله صار ابن للإنسان عشان يجعل ابن الإنسان ابن لله، وهذا لم يكن ليتم إلا بولادة المسيح الإله اللي هو الكلمة من الروح القدس ومريم العذراء. عشان كده نقول لها نعظمك يا ام النور الحقيقة، احنا فرحين بك قوي، ده انت ولدت لنا مخلص العالم. ده رجعنا لحضن الاب تاني. قد كده احنا فرحانين بيك. واحنا عارفين دايما انه ولاد العذراء وهي ولادها كمان بناتها يعني الستات. احنا هنتكلم النهارده شويه نشجع الستات. الست لما يكون الابن ولا واحد من ولادها ولا واحد من اخواتها ولا في مشكله في البيت، تلاقي الست هي حمامه السلام كده. المفروض المفروض نتكلم عن المفروض ان هي بتصالح. شفت لما خلص الخمر معرفش قال الجليل عملت ايه؟ قال تاخد بالها. قال تاخد بالها. عايزه تفرح الناس. ليكن ليك قوله. قالت الملاك كده. تعظم نفس الرب وتبتهج بروحي بالله مخلصها. هي فرحانه بالكلام ده. وقد كده بتفرح قوي 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 لما احنا نطلب شفاعتها علشان عايزه تجيب كل الناس للمسيح. تلمهم كده. تعال 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 تعال. خشوا في حضن الاب تاني عن طريق ابني ده. هو ده اللي يقدر يعمل لكم كده. عشان كده ده فرح ربنا بخلاصنا كلنا. لانه يريد ان الجميع ولا معرفة الحق في الدنيا. ده سبب فرحنا بالحضرة مريم، ده سبب ان احنا بنعمل لها 9 أعياد، ده سبب ان احنا بنصلي لها كل يوم ونعبر عن ايماننا ده بكلام. تعالوا نشوف سلوكيين يوم الاثنين بتقول ايه؟ يقول لك ادم بينما هو حزين بالسقوط طبعا. سر الله سر الرب ان يرده الى رئاسته. يعني اللي عمله ربنا ده بتجسده نابع من مسرة قلبه. هو حاسس كده. القديس أثناسيوس يقول في كتابه تجسد الكلمة وبيقول عن أهم يعني إن لازم التجسد ده يحصل. ليه؟ يقول ربنا بعد ما خلق البشرية وسقطت البشرية وعملت كل الشرور دي كلها، هل كان يليق والله الصالح إنه يقعد يتفرج على البشرية وهي بتهلك قدامه وهو قاعد كده مبسوط؟ يقول ده انا هديكم مثال. قديس الناس بيقول كده، انا هديكم مثال. ده لو في مهند وكانه بيتكلم الكلام ده من القرن الرابع وكانه بيتكلم النهارده. بعد عندنا في بلاد بيبقى فيها الزلازل كبير قوي. يعني احنا شفنا بس وربنا ما يعيدش الايام دي سنه حاجه و90 افتكر كان في زلزال كبير في مصر. لكن في اماكن كتير بيحصل فيها زلازل جامده جدا جدا. فيروح يقول للمهندسين ايه؟ انت بتبني بيت، المهندس المدني يقول له انت بتبني بيت فلازم تحسب ان العمود ده علشان يشيل 4 أدوار لازم يبقى فيه عدد معين من السياخ الحديد. محسوبه بندرسها في كليه هندسه يعني. يقول له المفروض عشان تعمل العمود ده ويشيل الارتفاعات دي يبقى العمود ده فيه ست اسياخ حديد 4 لينيا مثلا كده بيسموها كده. 6 سياخ حديد 4 لينيا. يقول له لا انا عايزك تحط 8. الاثنين التانيين دول لان لو حصل زلزال يكسر العمود ابو 6. لكن العمود اللي فيه 8 ما يقعش. يبقى اعمل كود للزلزال بيسموه كده. فاكتور للزلزال. المهندس لازم يحط في اعتباره قبل ما يبني البيت انه لو البيت اتبنى ولو حصل فيه حاجه انا عامل حسابي من دلوقتي. ده المهندس الشرفي. فهو القديس الساسي يقول ده لو في مهندس
مش عامل حسابه ان البيت لما يتبني ولو حصل له شرخ يعالجه ازاي؟ نقول عليه مهندس فاشل. الكلام ده من القرن الرابع، بقول لكم بصوا بيتكلم ازاي القديس اثناس. فما بالك من الله اللي يخلي المهندس اللي هو ربنا خلقه بيعمل حساب الموضوع ده. فما بالك بالله بقى؟ طبعا لازم كان يعمل حساب ان لو البشريه اللي خلقها دي سقطت وده واحد في الخطيه يعرف يعالجها ازاي؟ يعرف يعالجها ازاي بالتجسد. طب ويدي مثال تاني، يقول لو في ملك بنى مدينه، زمان كانوا ابن الملوك يبنوا مدن ويسميها باساميهم، زي اسكندريه مثلا اللي بناها مين؟ اسكندر الاكبر، وهكذا. قسطنطينيه ملك قسطنطين، وهكذا. يقول ملك بنى مدينه واطلق عليها اسم، والشعب ده شعب، والمدينه دي مدينه. جم لصوص دخلوا المدينه، نهبوا الناس، مسكوهم، حطوهم في السجن. الملك ده يقعد يتفرج ومدينته تتنهب وشعبه يؤسر ويذل، ده ما يبقاش ملك صالح. الملك الصالح ما عملش كده. الملك الصالح لو حصل كده يروح نازل مأيد اللصوص دول ويفرج عن شعبه ويطلقهم احرار تاني ويرجع لهم كل اللي خسروه. ده الملك الصالح. واذا كنا بنتكلم عن الملك الصالح الارضي انه لازم يعمل كده، فما بال الله الخالق. احنا شعب مش ممكن كان يسيبنا كده. فمن مسرته لازم ينزل كده. عشان كده التسبيحه تقول ايه؟ ادم بينما هو حزين هيعمل ايه؟ سر الله. هكذا احب الله العالم. هكذا كانت مسرة الأب في خلاصه. أرسل ابنه الوحيد من أجله. سر الله أن يرده إلى رئاسته. الإنسان في المسيح يسوع في الخليقة الجديدة أصبح الإنسان هو رئيس وكاهن الخليقة كلها. أنت لو تشوفوا أبونا بيصلي الصلوات اللي بيصليها باعتباره بيصلي بلساننا كلنا، واحنا كلنا مخلوقين في المسيح يسوع كخليقه جديده بنصلي من اجل كل الحاجة. تعالوا شوفوا ابونا والشمامسه بيصلوا الصلاه نص الليل وكانهم بيكلموا كل الخليقه. اصحوا قوموا احنا بنسبح ربنا، وانتم نايمين ايتها الاكام قوموا سبحوا ربنا، ايتها التنانين قوموا سبحوا ربنا، ايتها مش عارف الاسماك في البحار قوموا سبحوا ربنا. انت مالك يا عم؟ ما تسكت انت، انت تصلي انت وانت مالكش ده. لا، انا ربنا ردني الى رئاسات الكون. لما ادم ربنا خلقه قال له انت هتتسلط على كل ايه؟ كل الخليقه. عشان كده خلقه اخر واحد. بعد ما خلق له كل حاجه. يجي ابونا في القداس الغرغوري يقول له انت رب محبتك، انت عملت كل حاجه من اجل، من اجل الجنب البحر، من اجل اخضعت طبيعه الحيوان، من اجل عملت كذا، من اجل عملت كذا، من اجل عملت كذا. لانه ما فيش حد تاني مخلوق في كل الخليقه على صوره الله ومثاله غير الانسان. فما يقدرش، ما يقدرش ربنا يشوف الانسان اللي خلقه على صورته ومثاله تاني في المزرب اللي هو كان عايش فيها بالسقوط دي وما يرجعوش تاني الا رئاسته. بس يتم ازاي الكلام ده؟ اسمع الحته اللي جايه دي. اشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشري حتى خلصنا. ده هذا سبب تكريم العبد. لانك ولدت لنا مخلص العالم. اشرق جسديا. شوف كلمه اشرق دي توديك ناحيه ايه؟ كلمه اشرق. ها؟ النور. عشان كده بنسمي العذراء ايه؟ لقب يوم النور، يوم النور. وهي لما بتظهر تظهر بالنور، تظهر بالحمام، تظهر بالظواهر الضوئيه بتاعتها دي، لان هي يوم النور. واللي اتولد منها هو مين؟ النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان. وهنا على فكره خلوني بس اديكم يعني انبه اذهان حضراتكم، احنا بنقولها بالعربي في انجيل يوحنا، احنا بنقولها ازاي؟ كان هو النور الحقيقي الذي ينير
لكل إنسان آتٍ إلى العالم. مين اللي آتٍ إلى العالم، النور ولا الإنسان؟ هقولها تاني، كان هو النور الحقيقي الذي يميل لكل إنسان آتٍ إلى العالم. مين اللي آتٍ للعالم، النور ولا الإنسان؟ ها؟ ها؟ أنت بتقول إيه؟ النور اللي آتى العالم ولا هو بيضيء لكل إنسان، يعني أي إنسان يأتي العالم النور ينور له؟ هو بينور لكل إنسان. كل إنسان آتي للعالم ولا النور اللي آتى العالم ينور لكل إنسان؟ الإنسان آتى العالم. لا ما نتكلمش مع بعض، تقول إيه حضرتك؟ هو النور آتى إلى العالم ينور لكل إنسان آتي العالم. صح. صح. لا هو جه مرة إلى العالم. أي إنسان موجود في العالم هينوره. كان هو النور الحقيقي آتياً لكل إنسان، آتي إلى العالم ليضيء لكل إنسان. النور هو اللي جه للعالم، لأن النور هو الكلمة. يبقى احنا نسميها أم النور. أشرق جسدياً، لأن هو روح، الله روح. لكن أشرق جسدياً يعني إيه؟ لما تجسد من الروح القدس المريم العذراء. يعني قبل التجسد ما كانش فيه تجسد. عشان كده لما تجسد اسم من اسماء الكلمه المتجسد ان هو ابن مين؟ ابن الانسان. اشرق جسديا من العذراء بس. مش زيه ميلاده زي اي حد تاني. ده ميلاده بدون زرع بشر. ليه؟ علشان فيه هو يبقى كلنا احنا اولاد لله الاب السماوي. يبقى انا اقدر عن طريق ان انا مسيحي بقول انا مسيحي. مسيحي يعني ايه؟ يعني هو من المسيح. مسيحي يعني ايه؟ يعني كلمة مسيحي مش زي كلمة مثلا انا اسكندراني ولا انا دمياطي ولا انا منفلوطي ولا انا اسيوطي ولا انا حنوبي ولا انا اي حاجة. ده انتماء لمكان. لكن انا بقول انا مسيحي، انا انتمي لشخص، انا اؤمن بهذا الشخص من رب واله. فانا مسيحي يعني بقى الله ابويا بالتبني، او انا ابنه بالتبني، زي ما هو الابن اللي انا مؤمن به ابن الله الحقيقه. طالما هو رب واله يبقى عضه تبقى ايه هي؟ والدتي. اشرق جسديا من عراء بغير زرع بشر حتى خلصنا. سبب مزيده في الجسد انه هو يخلصنا، رجعنا لمعرفة الاله الحقيقي تاني، يقضي على الموت اللي فينا ويدينا حياة، يدينا شركة مع الاب والابن والروح القدس الحياة الابدية. عشان كده يجي ابونا في القداس الغريغوري بيقول للابن، يعني القداس الغريغوري ابونا بيصلي فيه للابن المتجسد، يقول الله ايها الكائن الذي كان الذي اظهر لنا نور الاب، ها كمله واعطانا شركه الروح القدس الحقيقيه، او معرفه الروح القدس الحقيقيه. يبقى الابن اهو في النص كده، راح موصلنا بالاب كده، وراح ودينا رحله الروح القدس كده، بقت لنا شركه مع الاب في ابن يسوع المسيح بالروح القدس. زي ما بيقول القديس يوحنا في رسالته الاولى، اما شركتنا نحن يا مع الاب ومع ابن يسوع المسيح بالروح القدس طبعا. ما يقدرش واحد مسيحي يقول ان انا مسيحي الا لما يقول لله الاب انت ابدي. دي بركه كبيره جدا ونعمه كبيره جدا جدا، احنا ساعات ما بنشعرش بيها. احنا ما بقناش يتامى بدون اب يسال علينا او يعتني بينا. فاذا كان كده بسالي عباره كده النهارده الصبح، يقول واحد كان واقف في دول واقف وسط الاوضه كده مش مديك حاجه اللي ملوش اب. طالما واحد الاب يبقى ايه؟ واقف متكل على حاجه. شفته طفل ماسك في ايد ابوه ولا ايد امه وبيعدي شارع، تلاقي الطفل ده مش داري هو بيعمل ايه، عمال يلعب
برجليه كده وعمال يخبط في اي حاجه موجوده جنبه وبتاع والكلام ده. الاب هو اللي عينيه عامله كده. قرار طبعا. ايه اللي واخد باله من كل حاجه؟ هو اللي واخد باله من كل حاجه، والولد مش في بال. ليه؟ ممسوك في ايد ابوه. طب ده كله سبب التكسر. طب ده كله سبب العذراء اللي راحت خلص. عشان كده ده كان سبب تكريمنا وسبب محبتنا ليه؟ لاني اتولدت لانه مخلص العهد. هو ده اللي ودانا للحضن الان. فاذا كان لينا اب نخاف من ايه؟ نقلق ليه؟ نتعب ليه؟ نشيل هم ليه؟ فكاننا بدون اب سماوي. ده هذا لا يعكس ايماننا المسيحي. هذا لا يعكس ايماننا بان العذراء هي وليده الاله. حتى لو عملنا لها 100 زفه، حتى لو قلنا لها خير الرمل الصبح، ومش في قلبنا هذه الحقيقه وعايشينها، لكننا احنا بنتكلم باستشهاد فقط. لكن مش عايشين الايمان اللي هي عاشته. ليكن لك قولك اللي قالتها الملاك، اللي بتعبر عن كل حاجه. الاباء دايما اباء الكنيسه الكبار كانوا يتقارنوا بالحواء الاولى اللي جلبت لنا الموت لما خالفت الوصيه، وابتدت هي وادم يعيشوا بمزاجهم بعيد عن الله، ففقدوا الحياه. وبين حواء الثانيه العذراء والدة الاله التي ولدت لنا مخلص العالم. عشان كده يقول ايه الربع الثاني من تسبيحه صدقيه يوم الاثنين، حواء التي اردتها الحيه حكم عليها من قبل الرب يوم ان تاكل طبعا من هذه الشجره يوم ان تموت، انه بالكثره يكسر احزانك وتنحداتك. لكن حواء دي تحمم الرب من قبل محبته للبشر وسر مره اخرى بعتقها. ويتكرر الربع تاني، المرات اشرق جسديا من العذراء وغير زرع بشر حتى خلصنا. شوفوا هو ده الفكره، هي دي هو ده عمل الخلاص، ان الموت الذي دخل الى العالم بحسب ابليس عملت له ايه؟ ابونا بيقول في الصلاه هدمته بالظهور المحيي. ظهور المحيي يعني ايه؟ ظهور نتيجته حياة. محيي اسم فاعل باللغة العربية، ولا احنا نسينا العربي بنتكلم فرنساوي؟ محيي يعني يعطي حياة، ظهور يعطي حياة. طب هو ظهور نبي يعطي حياة؟ ظهور ملاك يعطي حياة؟ ولا ظهور الله في الجسد اللي هو الحياة هو الذي يعطي حياة؟ طب عايزين كلمة نحط عبارة بديلة بدل كلمة الظهور المحيي نقول عليها ايه؟ تجسد. تجسد. الظهور المحيي يعني التجسد. ظهور ابن الله في الجسد. مش بنقول أشرق جسدية من العذراء حتى خلصنا؟ فيقول كده تحنن الرب من قبل محبته للبشر. يعني سبب سروره ان هو محب للبشر، وانه حب للبشر كان سروره انه يخلص الانسان من الموت ويرده تاني الى شركته. الله خلقنا علشان يبقى لينا شركه معه، علشان يدينا من حياته، علشان يبقى في علاقه بيننا ما بينه. هي دي العلاقه الصح. في هنا يعني تشبيه احنا ساعات بنقوله، بص الميكروفون ده متوصل بسلك، والسلك ده رايح للجهاز اللي بيخلي الصوت ده اسمه الامبليفاير، الامبليفاير ده شغال بالكهرباء. يبقى حياة الامبليفاير ده فين؟ في الكهرباء. لو انا شلت الفيشة الغريزة بتاعة الكهرباء اجي اعمل على ده كده ما يطلعش صوت. وساعات نقول عليه ده ميت. ساعات
صح؟ مات. لكن هل اختفى لما اشتغل من كهرباء؟ لكن ما بيشتغلش حسب الرجل اللي عمله وصممه عشان يطلع صوت. اهو الوضع عامل كده. ممكن يكون ماركته جميلة قوي ومظهره جميل قوي، بس تعمله كده ميت. له صورة حي وهو ايه؟ لان مش متصل بالمنبع حياته، منبع حياته بالكهرباء. احنا كده. ممكن تشوف واحد شكل جميل، جيبه ده مليان، مخه ده هنا فيه علم، في كل مظاهر الجمال. ميت. لأنه لا يمارس ولا يعيش الهدف اللي من أجله قد خلق، اللي هو الإنسان له علاقة بالله. وده اللي قال عليه في الرواية. له صورة حي وهو ميت. يبقى أنا أجمل إن أنا ماليش دعوة بالشكل الغريب ده. ما غرش فيه. لكن أنا يهمني هل الإنسان ده له علاقة بالله؟ بيعيش إنسانيته دي ولا لا؟ بيمارس الهدف اللي من أجله خلق ولا لا؟ واحنا الهدف اللي من أجله خلق إحنا كلنا علاقة بالله ونمجده. عشان كده إحنا بنقول في نهاية المزمور يسبح الله في إيه؟ في جميع قدسيه. يعني ايه؟ يعني لما نشوف القديسين يسبح الله لان دول صورة الله. فسر الله ان يخلصنا بالطريقة دي. يسوع المسيح الربع الثاني الكلمة الذي تجسد وحل فينا ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه. دي بنقولها جاية من إنجيل يوحنا صح واحد. مين ده؟ عمل إيه ده؟ قد سر أن يخلصنا. ما إحنا لازم نعرف مين اللي تجسد ده. أبونا بيقول في القداس المغربي برضه لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبيا ولا رئيس أنبياء تمنتهوا على خلاصنا، بل أنت وحدك بغير استحالة. بغير استحالة يعني ما تتغيرتش، طبيعتك ما تغيرتش لما تجسدت. لكن أنت وحدك بغير استحالة تجسدت وتأنست وشبهتنا في كل شيء مع الخطية وحدها. خلي بالكم من الكلام اللي بيقوله أبونا في القداسات من فضلهم، لأن ده كلام كله كلام تعليمي. كلام تعليمي يعني كلام كله مفهوم مليان بالحقائق الإلهية اللي لازم تخش جوه قلبنا وتخش جوه مفهومنا عشان نقدر نعيش فيه. إن اللي تجسد ده هو إله حقيقي، بل أنت وحدك بغير استحالة تجسدت وتأنست وشبهتنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها. يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد وحل فينا ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه قد سر أن يخلصنا. اتكرر الربع تاني أشرق الجسدية لنا عذراء غير ضريع بشر حتى خلصنا. الربع الخامس يعني يقول افرحوا وتهللوا يا جنس البشر لأنه هكذا أحب الله العالم. ليه؟ لأنه بذل ابنه الحبيب عن المؤمنين به. بص الكلمة لكي يحيوا به إلى الأبد. شوف الكلام. افرحوا وتهللوا يا جنس البشر. ده سبب فرحك إن إحنا نحيا بالله الكلمة إلى الأب، وده هو اللي عايزه ربنا مننا. إحنا لينا رسالة ولينا هدف في الحياة. ربنا ما خلقناش هبهزر كده بالصدفة. عشان كده عارفين في علاقة بين كل واحد شخصي بينه وبين الله. عارفين أبونا ليه بيغير أسمينا في المعبودية؟ يعني واحد اسمه مين؟ هو مال مين وحش أبونا؟ لكن الواد ده هسميه جرجس في المعبودية. دي اسمها إيه؟ ماريا. على دي اسمها عبر يا أبونا. لا أنا هسميها سارة. طب ليه يا أبونا بتعمل كده؟ يقول ماليش دعوة بماريا القديمة دي. ماريا دي نازلة من بطن أمها ميتة. جابوا لك
اتحرك قدامك وبتلعب وبتكسب، هي دي بنت ظريفه قوي، ده مش دعوه كده. احنا مش بنبص زي ما قلت على الخريف، احنا بنبص على العلاقه. في الكهرباء واصله ولا ما فيش كهرباء؟ ده ان شاء الله يكون مكتوب عليه، ماليش دعوه ده بيشتغل ولا ما بيشتغلش. لا، ما هي دي ناس ما بتشتغلش. ليه؟ لان مش متوصله للحاجه الابديه. طب تعالوا نموت ماريا دي ونحيي سارة. أنا هنزل ماريا دي تحت في القبر مع المسيح، دفننا معه في المعمودية لنقوم إلى جدة الحياة. جدة الحياة يعني الحياة الجديدة. الشخص اللي قايم ده شخص جديد، اسم جديد، بعلاقة جديدة مع الله. كل واحد فينا في المعمودية خدت هذه العلاقة بالاسم الجديد. وبقت متسجله، عارفين الكتاب او الدفتر او السجل اللي ابونا افرايم بيكتب فيه اسمائنا بعد المعموديه اسمه ايه في الكنيسه؟ تفتكروا سفر الحياه. تخيل، افرحوا لان اسماءكم قد كتبت في سفر الحياه. ويجي ابونا يقول اذكر يا رب كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا ابونا وانت ذكر ربنا باسماء الناس يعني ربنا ناسي؟ لا، ربنا عايز يقول، او ابونا عايز يقول في القداس، او القداس عايز يقول على لسان ابونا ان في علاقة شخصية اتكونت. احنا بنقول في المثل البلد انت تعرف فلان، ايوه عشرته؟ لا، يبقى ما تعرفوش. احنا كلنا بنعرف كده، خصوصا الاباء الكهنه والخدام. لما يجي ابونا يسلم على واحد يبقى ما شافوش من بدري، وبعدين يقول له ابونا انت عارف انا اسمي ايه؟ لو ابونا غصب عنه مع الشعب الكتير ده وما افتكرش اسم الشخص ده، مين فينا ما بيزعلش؟ صح؟ لكن لو اول ابونا ما يشوفه ازيك يا فلان؟ انا مش شفتكش من بدري. يا لسه ابونا فاكر اسمي. يا احنا فاهمين ان ابونا بس بنفرح ان عشان الاباء الحلوين دول فاكرين اسامينا. طب ربنا بيتذكر اسماء كل واحد فينا، ده في علاقه. سر الله ان يخلصنا. لكن افرحوا لانه افرح وتهلل وجنس البشر، لانه هكذا حب الله تعالى حتى بذل ابنه الحبيب عن المؤمنين به لكي يحيوا الى الابد، لانه غلب من تحدنا. ارسل لنا ذراعه عاليه حتى خلصنا. ارسل حتى لانه غلب من تحدنا، يعني يقول ايه؟ لما في واحد خصوصا الجد او الجده بيبقوا حنينين اكتر، يقول لك من الاب والام كمان، يروح الولد الصغير العفريت ده، ها اللي عارف الحته دي، تيتا تيتا انا عايز لعبه جديده، تيتا تيتا انا عايز لعبه جديده، جدو انا عايز مش عارف ايه. جدو بقى ده حفيد اغلب من ولد 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 يعني. حاضر، يتغلب منك حتى لو يبقى حنان. فما غلب من تحنن، يعني السبب ده تحنن، اللي عمله ده من اجل تحنن، بذل ابنه الوحيد. يسمينا دي بتاخد كلها من نصوص ابائيه، ان الابن هو ذراع الاب. ذراع يعني ايه؟ يعني اللي خلق به كل شيء، به كان كل شيء، وبغيره لم يكن لم يكن شيء من مكان. القديس لما القديس الفرنسيس يقول انه الابن والروح القدس هما ذراعي الله. ارسل لنا الذراعه اللي خلق بيه كل حاجه العاليه حتى خلصنا. طب مين هو ده اللي جه علشان يخلصنا؟ الربع السادس يقول هو الكائن الذي كان الذي اتى وايضا ياتي. احسن واحد يفكر ان الابن لما تجسد ساب الاب،
لكن ده لا الكان الذي كان والذي ايضا سياتي، يعني ادي الماضي وادي الحاضر وادي المستقبل، لان الابن ليس له بدايه ولا نهايه. المولود من الاب قبل كل الدهور في ملء الزمان تجسد من روح القدس من العذراء من اجل خلاصنا. انا هقفل في الحته دي عشان ده كله كلام رائع، كلام قوي، كلام جميل جدا جدا. يبقى ف يعني اذهلنا قبل ما نختم الكلام ده. هو مين ده والابن اللي تجسد ده؟ هو ده التوصيف بتاعه، الكائن. الكائن دي ساعات بتبقى هنا في بعض الكنائس أيقونة المسيح، وهنا أيقونة العذراء. على أيقونة المسيح طبعا هي دي أيقونة المسيح أصلا، هي دي برضه أيقونة المسيح بس في المعمودية، لا الثانية اللي هو ماسك فيها الإنجيل كده وعامل فيها كده يعني لوحده، مش وضع المعمودية أو الكلام ده، وبيبقى مكتوب عليها كده ألفا والناحية الثانية أوميجا، يعني الأول والكين والأخير. أو يبقى مكتوب عليها أو أون. أو أون يعني الكائن. الله ده كائن. كائن يعني ملوش حدش كونه. يعني ده هو الخالق. هو الأون يعني هو الكائن. الكائن الذي كان والذي أيضا يأتي. مين ده؟ يسوع المسيح الذي تجسد بغير تغيير. حصلش في طبيعته اللاهوتية تغيير لما تجسد، وصار إنسانا كاملا. كلمة صار إنسانا كاملا دي يعني أنه شبهنا في كل شيء ما عدا الخطيئة واحدة. كان في القرن الرابع ارتقى بتقول إن المسيح أخذ جسد بس بتاعنا، لكن ما أخذش نفس بشرية عاقلة. فجي القديس بيرغوث قال لا ما ينفعش هذا الكلام، ده المسيح أخذ طبيعة بشرية ذو نفس عقلي. طب فايدتها ايه بالنسبه لنا الكلام ده؟ عشان بس ما تفكروش اسمحوا لي يعني ان الكلام ده هو بنقوله احنا اساتذه لاهوت في كليات لاهوت للناس عشان نقعد نفكر فيه كده ونعمل ده، ما يفهمش الكلام ده غير الناس الكبار زي سيدنا البابا زي سيدنا الانبا فلان الانبا فلان. لا 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 لا، ده هذا الكلام يخصنا كلنا، يخص خلاصنا. عارفين لو المسيح ما خدش طبيعه بشريه ذو نفس عقلها كان ايه ممكن يحصل؟ إن في حتة مننا لم تخلص. عشان كده جه القديس أبرومينوس يقول لك الذي اتخذ هو الذي يخلص، وما لم يؤخذ لا يخلص. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يخلص يعني ينال حياة أبدية، توصل بالإيه؟ بالمنبع الكهرباء بتاعك. يعني إحنا أفكارنا بقت في المسيح يسوع أفكار مباركة. مشاعرنا مشاعر مباركة، دموعنا أحاسيسنا حزننا فرحنا، مفيش حاجة عملها المسيح ما بقتش بتاعتنا. عشان كده كان هو بيحزن ويفرح ويتألم وكل الكلام ده. قد تشارك الأبناء في اللحم والدم، اشتركها هو أيضا فيهما. فعشان كده احنا نقدر نقول له انت مش شاعر بيا في الامي، ما انت كنت متالم. انت مش شاعر فيا في حزني، ما انت بيقول نفسي حزينه حتى الموت. انت مش شاعر بدموعي، ما انت بكيت. كل اللي عمله المسيح عمله من اجلنا ومن اجل خلاصنا. عشان كده انت ممكن تقفل بقلبك وانه انت اخذت طبيعتي واديت من طبيعتك. انت باركت طبيعتي فيك بتجسده. ده خد الطبيعه البشريه بتاعتنا وراح تحت يعني. تيجي الكنيسه اللي بتقوله منها بتقوله في القداس. لم يفض ولم يخترق ولم يفترض بشيء من انواع من بعد الاتحاد، بل طبيعه واحده ومؤمن واحد وشخص واحد لله الكل. يعني بسبب هذا التجسد من الروح القدس ومن العذراء احنا بقينا فيه وهو فينا.
عشان كده نقدر نقول ان هو اقامنا معه، لان احنا فيه، اصعدنا معه احنا فيه، اجلسنا معه احنا فيه. مفيش بعد التجسد ان هو يسيبنا ويمشي، خلاص خلصت على كده. وده كان سبب دفاع الكنيسه عن ما يسمى بهذا الاتحاد الاخويني اللي دافع عنه القديس كيرلس. ايه؟ ان اللي اتعمل في المسيح بقى بتاعي. عارفين ابونا هنا لسه سامعينها من شويه، ارجوك خلي بالكم من اللي بيقولوا ابونا. فمشيت الانجيل يقول له كده، لانك انت هو ايه؟ حياتنا كلنا ورجعنا كلنا. واخد كلمه؟ ايه؟ ها؟ وايه تاني؟ جت منين قيامتنا كلنا دي؟ جت منين؟ إن الجسد اللي قام به المسيح، الطبيعة البشرية اللي قام بها المسيح هي مين؟ يبقى إحنا قمنا معاه ولا مؤمنين؟ كل واحد بيدفن معه في المعمودية مؤمن بالثالوث ومؤمن بالتجسد ومؤمن بالعزاء وليدة القيامة، هو دفن معه في المعمودية وهو قام معاه. عشان كل واحد بتشوفوه طالع من المعمودية، كنت بتكلم الكلام ده امبارح، كل طفل طالع من المعمودية هو مسيح قائم، فبروحوا خدوا منه بركة القيامة. عشان نفرح بالثالوث الأقدس اللي جه المسيح علشان يحققها لنا، بدينا يفرض لنا نور الآب، بدينا شركة الروح القدس الحقيقية. يتمجد اسم الله الثالوث الآب والابن والروح القدس في كنيسته من الآن وإلى الأبد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. نشكر الدكتور شديد على المحاضرة.